السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من شهيوة أم أنس. اليوم جبت لكم جديد ديالي وهي كيكة الليمون بالزبيب، وجبت لكم كذلك سر من أسرار هاد الكيكة، يعني الزبيب كيبقى من الفوق وما كيهبطش القاع، حيت جميع الناس الأغلبية يعني ما نقولش جميع كيوقع لهم هذا المشكل. المهم غادي نقول لكم تبعوا الفيديو حتى النهايه باش تعرفوا هاد السر هو، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبه لمقادير الكيكه ديال الزبيب، غادي نحتاجوا 4 ديال البيض، نحتاجوا خميره كيماويه يعني خميره ديال الحلوى ما يعادل 15 غرام. اللي عايشين في المغرب يعني الخميره ديال المغرب الزا فيها واقيلا 8 غرام الا ما غلطتش اولا 7 غرام، يستعملوا جوج منهم. عندي هنا ياغورت طبيعي يعني مصوص ما يعادل 120 غرام، يعني زبادي. عندي هنا جوج ليمونات يعني جوج حامضات، غادي نحتاج وحده غادي نحتاج قشر ديالها، وجوج يعني غادي نعصرهم يعني غنحتاج العصير ديالهم بجوج. عندي هنا 150 مليلتر ديال الزيت يعني ما يعادل كاس عنبة عامر. عندي هنا 200 غرام ديال السكر. عندي هنايا فانيليا ما يعادل 8 غرام. عندي 130 غرام ديال الزبيب، يكون زبيب كبير يعني الجوده ديالو تكون مزيانه. وعندي طحين غادي نقول لكم دابا مش غادي نحتاج ديال المعلق، ومن بعد غنكتب لكم في صندوق الوصف كذلك الغرام يعني مضبوط يعني بالتدقيق. عندي في واحد الوعاء كيف ما ديما دائما كنبداو بالبيض والسكر والفانيليا، كنخلطوهم مزيان حتى يترغوا. بسم الله على بركه الله نبداو. غادي نزيد الفانيليا، غادي نزيد 200 غرام السكر ما يعادل كاس عنبة عامر يعني كاس متوسط ديال اتاي، وغادي نبدا نخلط بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم يعني الكميه ديال البيض ويولي مرغوي وتبدل اللون ديالو يولي لون اصفر فاتح. كيف لاموس عاد غادي نزيد الزيت، غادي نزيد ياغورت طبيعي، أما الفران راه عندي مسخن على 180 درجة ضروري ولا بد. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ القشرة ديال الليمونة غادي نحكها، كيف ما كتشوفوا معايا انا حكيت ليمونه قشره ديالها بوحده، ولكن انا ما قدرتش نحكها كامله هاد الليمونه كلها حيت عندها القشره رقيقه ما تصايبليش نحكها كامله، فلذلك زدت مشويه من هادي ولكن ماشي كلها. يعني نتوما غتعملوا ليمونه وحده، القشره ديال الليمونه وحده كيف ما كتشوفوا ها هي راه باقي بالقشره ديالها الثانيه. غادي ناخذ دابا العصير ديالهم غادي نطرب ثاني، تطريبه خفيفه. ودابا غادي نبدا نزيد معكم الطحين بشويه بشويه، انتما كتشوفوا معايا. المهم دابا غادي نعمل انا غير المعالق اللي غنسالي، غادي نحط لكم المقادير مضبوطه بالغرام في صندوق الوصف، حسبوا معايا. المهم معلقه هكا خاصها تكون معلقه عامره كيف ما كتشوفوا معايا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة. غادي نخلط هو الأول هاد السبعة ديال المعالق عامرين ديال الطحين، وما تنساوش طبعا الخميره الكيماويه 15 غرام. اذا لقيت الكيكه ديالي مازال خفيفه غادي نزيد معكم كيف ما قلت لكم 7 ديال المعالق. كيف
خفيف، ما كتشوفوا القوام باقي جاري شويه، فلذلك انا غادي نزيد جوج معلقات اخرين ديال الطحين كيف ما عملت قبيله، يعني على برد معلقه قبيله جوج عامرين، يعني 8 و 9، يعني بكل شيء 9 ديال المعالق ديال الطحين. تسعود ديال المعالق وحدة ما عمرش، يعني تسعود ونص. غادي نخلي الخليط ديالي على جنب وغادي ندهن المول ديالي ديال السيليكون اللي غادي نعمل فيه الكيكة. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو المول اللي غادي نعمل، مول سيليكوني على شكل بحال وردة، يعني فيه امواج بحال موجات. انا واخا هاد السيليكون ما كيلصقش ولكن انا دائما كنعمل له الزبده. صافي هذا هو المول ديالي، ودابا غادي نقوز معكم. انا راه ما نسيتش الزبيب وانما خليته عمدا باش يعني كنعملوه في المرحله الاخيره ملي كنكون صافي المول ديالي دهنتو وكل شيء. كنجيب الخليط ديالي ديال الكيكه، ها هو الخليط ديال الكيكه كيف عامل، هذا هو القوام ديالها. كيف ما قلت لكم استعملت 9 معالق عامرين ديال الطحين ونصف ملعقه، يعني 9 ونص. نتوما يمكن غادي تعملوا 8 ونص، يمكن غادي تعملوا بحالي اذا كان الطحين الجوده ديالو بحال ديالي لا كاليتي، يمكن تقدروا تستعملوا اكثر. المهم دابا انا كنعطي مقياس تقريبي. غادي ناخذ ديك 130 غرام ديال الزبيب كما كتشوفوا معايا، هذا هو الزبيب اللي استعملت انا. بغيتو تعرفوا بالضبط من شريتو، الناس اللي عايشين في المانيا شريتو من الدي. ودابا غادي نجي لكم الطريقه ديالي اللي كنعمل بها دائما هذا الزبيب. غادي ناخذ معلقه ديال الطحين، معلقه ونص تقريبا او جوج، وغادي نرمد كتقولوا لا نتوما. المهم غادي نمرغدو مزيان، هيدا غادي نفندو في هذا الطحين هو حتى يتلبس، يعني كل حبه تلبس بالطحين تكون يعني ملبسه جيدا، باش الكيكه حتى تسير في هذا هو، حتى الزبيب ما كتقدرش تغلب عليه الكيكه وتطلعو حتى ثقيل. لكن كيكون الطحين فديك الطحين كيتنفخ مع الكيكه، كيتبلل كيف زاك وكيطلع يعني اوتوماتيكمون يعني مع الكيكه. كيف ما كتشوفوا، شوفوا معايا هادو هما حبات الزبيب، يعني مغلفين مزيان وملبسين بالطحين. انا ما غادي نغربلوشي وانما غادي نهز غير الزبيب وغادي نبقى نعمل هيدا. شوفوا معايا غادي نبقى نعمل هيدا، نردو اليد ونجيبو اليد ونعملو فوق الكيكه. شوفوا معايا واخا فيها شويه ديال الطحين معليش راه ما يوقع والو، ماشي طحين بزاف، ماشي زعما شي كميه اللي غتخافوا منها انها تقصح لكم الكيكه. هيدا ديوه وجيبوه في اليد واعملوه في الكيكه. صافي تنكمل الكميه اللي بقات لي هنايا. ضروري جدا بانكم ما تخلطوش بالخلاط الكهربائي ملي تعملوا هذه المرحله، ها هي غير بمعلقه او بسباتولا، بسباتول يعني بسباتلا، تبقاو تحركوا غير بشويه، يعني حركه يعني دائريه من تحت للفوق باش ما تهرسوش القوام ديال الكيك اللي طلعنا، وكذلك باش ما تطيحوش هاد الطحين اللي ملبسيناه هنا الزبيب. كيف ما كتشوفوا معايا وهذا صافي، بقاو لي شي حبات انا غادي نهزهم هيدا باش ما نهزش معاه الطحين. ما كتشوفوا معايا ما تغربلوش، انا قلت لكم اذا غربلتوه يعني كاين الناس، حيتاش انا كنت اسبق اللي عملت هاد الكيكه في اللايف في الفيسبوك وعجبتهم البنات، ولكن كاينين البنات اللي ما تبعوش الطريقه ديالي نيشان. انا كيف ما شفتوني عملت غير بيد اليد باش ما يزلوش الطحين. كاين البنات شنو يعملوا، شبروا غربلوه، اذا غربلتوه صافي القوام ديالو كيولي عادي وكيهبط من القاع. نمسح الاول هذا المقطع. صافي غادي نجيب السباتول ديالي وغادي نعمل غير بشويه غير بالعقل هيدا كيف ما كتشوفوا معايا، باش داك الزبيب كيبقى مغلف وملبس بالطحين حتى كيدخلوا الفرن، وان شاء الله
تنجح معكم هذه العمليه هي، وتهنوا من ديك الزبيب اللي كيهبط من القاع ديال الكيكه. صافي، ما بقيش عادي نزيد نخلط اكثر. غادي نجيب المول ديالي، كما كتشوفوا معايا، وضروري جدا هاد العمليه تعملوها، تبقاو تطلعوا في اليد ديالكم باش كتجي الكيكه مهويه. صافي، انا غادي نكرط الباقي اللي بقى لي هنايا. كيف ما كتشوفوا الزبيب راه كيبان لكم حتى من الفوق، يعني هاد الطحين غنقول لكم بحال اللي كيخليه ما يغرقش، كيعوم من الفوق يعني فوق السطح. هذه هي التقنيه الجديده اللي اكتشفتها، كنظن وقيله اول مره في اليوتيوب، حيت انا قلبت على هذه الطريقه ها هي، وما جبرتها شي ما جبرتها حتى شي فيديو. يمكن غيكون هذا فيديو حصري، اول فيديو ديال هذه الطريقه ديال الزبيب، يعني هذا السر. هو قلت علاش ما نشاركش هذا السر هو مع البنات، حيت بزاف ديال النساء كيبغيو يعملوا الكيكه ديال الزبيب وما كتصدقش معاهم. المهم بالنسبه كذلك التسمار، ديك المواد الجافه اللي كتكون معسله كذلك كتغلفوها بالطحين بحال اللي عملت انا هذه الطريقه ديال الزبيب، وكتعملوها في الفران. المهم دابا انا غندخل على درجه حراره 180، من بعد غير غادي تنفخ لي واحد جوج 3 سنتيم، غادي نقص لها 150 باش تبان على الخطر ديالها، ونور لكم الطبق النهائي ان شاء الله من بعد ما تبرد. كيف ما كتشوفوا معايا، هذه هي الكيكه ديالي، راه تشققت من الفوق حيت المول صغير شويه. المهم كيف ما كتشوفوا راه الزبيب باين لكم من الفوق، ها هي دابا. المهم باقي سخونه، انا ما غادي نقلبهاش، غادي نتسنى عليها حتى تبرد مزيان. غادي نغطيها بواحد المنديل يكون منديل منقي، ونخليها تبرد على خطره، عاد غادي نقلبها. كاين شي تساؤلات وكاينين من البنات والنساء اللي كيعملوا الكيكه وكيقولوا لي علاش كتنفخ في الفران، كتنفخنا ومي كنجبدوها كتهبط. المشكل في الامر انه يعني ضروري جدا انكم تخليوا الكيكه تبرد على خطره، هذا اول هذه اول ملاحظه، حيت الكيكه ملي كتكون سخونه في المول وكتقلبوها صافي كتدقس، يعني كتهبط، يعني ديك الهواء اللي فيها كتكون باقي مع باقي سخونه، صافي شنو كتعمل، كتهبط وكتعجن وكينقص الحجم ديالها. يعني كنقولوا حنا كتجي الكيكه مدقصه، هذا يعني كتقول لك انا الكيكه لا راه كانت عندي منفخه في الفران، يعني غير زولتها من المول تدقصت لي، لا يعني هذا غلط كبير، وبزاف الناس اللي كنشوف الغلط. يعني خصكم تخليوا الكيكه تبرد على خاطره حتى كتولي دافيه، يعني واخا ما بارداش كاع تدفى، ما تكونش سخونه بزاف كتشوط عاد تقلبوها. حاجه اخرى، علاش الكيكه كتدقص في الفران وما كتنفخش؟ كاينين من الناس قبل ما تجوز 30 دقيقه كيبقاو دابا ساعه يطلعوا على الفران، يعني كيشوفوا الكيكه ديالهم واش طابت ولا ما طابتش. هذا اكبر غلط اللي كيعملوه الناس مي كيطيبوا الكيكه، حيت الكيكه ان فوا كتفتح عليها الفران ديك الهواء سخون كيخرج كيدخل لها الهواء بارد، غير كيضرب فيها الهواء بارد صافي ما كتبغيش تطلع وكتجي مدقصه. فلذلك على الاقل حتى تجوز 30 دقيقه عاد طلعوا على الكيكه ديالكم وشوفوها واش يعني على حسب، يعني كانت كيكه صغيره دغيا غطيب يعني 30 دقيقه، كانت كيكه كبيره 45 دقيقه، يعني ديك اللعبه ديال الموسه ولا ديال العود السنان ما كتعملوها حتى 30 دقيقه الفوق. المهم نتمنى نكون فدتكم، وهاد النصائح جد ضروريه باش نتمنى نكون فدتكم يعني بهاد النصائح. المهم اذا تبعتوا هاد النصائح هي وهاد الخطوات غادي ينجح لكم الكيك اكيد و100% ان شاء الله. هذه هي الكيكه كيف ما كتشوفوا، انا غادي نجيب السكر كلاصي
كيف ما كتشوفوا معايا، انا غادي نقطع واحد الطريف معكم ونوري لكم كيف كتبان من داخل. كتجي جد رائعة، وحتى الزبيب كيجي في الوسط. كيف ما كتشوفوا معايا، انا غادي نقرب لكم الكاميرا. هذه هي الكيكة ديالي، هانتوما كيف ما كتشوفوا الزبيب كيجي في الوسط. اذا عجبكم الفيديو ديال اليوم عملوا له لايك، وحاولوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، واشتركوا في القناه ديالي باش توصلكم كل جديد. الناس اللي باقي مشتركينش اضغطوا على زر الاشتراك، وكذلك تفعيل الجرس جد ضروري باش توصلوا بكل جديد ديالي ان شاء الله. بارطاجوا الفيديو بيناتكم من الاهل والاصحاب والاقارب، وكذلك المواقع الاجتماعيه باش تعم الفائده. ما بقى لي الا نقول لكم شهيه طيبه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.